مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب أطلق احتفالية كبيرة لتوزيع الجوائز على الفائزين في ملتقى الأزهر الدولي الأول لفن الكاريكاتير، وده في دورته الأولى. الدورة دي بيشارك فيها فنانين من 31 دولة وفيها أكتر من 400 عمل فني. خلينا نتعرف أكتر على تفاصيل هذا المعرض. دكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب في الأزهر الشريف معانا على الهاتف. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا. اهلا بيكي دكتوره نهله. ايه الدافع اللي خلى مركز حضراتكم بينظم هذه الفعاليه لرسوم الكاريكاتير؟ مين اللي اشترك فيها؟ ويعني كلمينا عن المشاركات الاجنبيه والعربيه. في الحقيقه يعني احنا الدافع اللي دفعنا للقيام بهذا الملتقى الكبير ان مهمه مركز التطوير لم تكن فقط الاستقاء بالعمليه التعليميه، بل كان الهدف الأساسي والأسمى. إحنا عندنا وافدين من 137 دولة طبعا، وده رقم كبير. كان الهدف إن إحنا نبني الشخصية، بناء الشخصية، ترتيب العقل، رفع الوعي، تهذيب الروح، إن إحنا نقوم الفكر المغلوط. وطبعا دي رسالة الأديان السماوية جميعها، والتي تعبر عن حقيقة واحدة هي حقيقة الإيمان والإحسان. من أجل هذا جاء هذا الملتقى، وتستمر فعالياته لمدة أسبوع كامل. هذا الأسبوع متنوع ما بين ورش العمل الفنية، ندوات علمية عن فن الكاريكاتير، استعراض المحطات التاريخية في اهتمام الأزهر بالفن الهادف وتشجيع هذا الفن، وأيضا كان هناك إقامة هذا المعرض الكبير اللي ضم مجموعة كبيرة من الأعمال المتميزة اللي شاركت في المسابقة. طيب دكتورة نهلة، طبعا بعد التحية حضرتك، خلال حديثك قلتي انه هيتم اطلاعهم على المحطات التاريخية. عايزين نعرف من حضرتك يعني ايه هي المحطات التاريخية اللي تم استعراضها مع الطلاب في مسألة اهتمام الأزهر الشريف بالكاريكاتير؟ هو ليس اهتمام الأزهر بالكاريكاتير، ولكن اهتمام الأزهر بالفن عموما. لا يعني بما انه مهتم بالكاريكاتير ويعني والرسم والفن وما الى ذلك، عشان كده كنت بسأل حضرتك على دي تحديدا. تمام، هو مهتم بالكاريكاتير باعتباره فن من ضمن الفنون بالطبع. طب يعني لكن الأزهر على مدار تاريخه الطويل، وهذا التاريخ فوق الألف عام، كان دائما مهتم بالفن، سواء في مناهجنا الدراسية أو في الندوات والمؤتمرات أو في الكتب التي ألفها العلماء. فالأزهر يعني هذه المسابقة جاءت لتجسد منهج الأزهر وتعامله مع مختلف القضايا، دور الأزهر في حفظ الأمن الفكري والثقافي والديني للمجتمع، دوره في أنه هو دائما ما يحارب أي شيء خبيث بالشيء الطيب، ويحارب دائما القبح بالجمال. فأي فن من شأنه أن يصنع هذا الأمر، الأزهر حريص جدا على أن يتولى. دي نقطة مهمة جدا يا دكتور نهلة، لأنه ممكن حد مثلا يتوقف عند فكرة الأزهر والكاريكاتير والفن، عشان كده كانت نقطة مهمة نستفهمها من حضرتك. تمام، هو الأزهر يعني يمكن هذا الحدث هذا خير دليل يعني ودليل واقعي على أن الأزهر ليس أبدا ضد هذه الفنون، وإنما هو يستخدم هذه الفنون ويستثمرها لنشر التسامح ونشر السلام والتنفير من الفتنة والتعصب. وهذه المبادرة، مبادرة الأزهر لإقامة هذه المسابقة، من أجل تعزيز هذه القيم، من أجل تعزيز قيم الأخوة الإنسانية. وجاءت استجابة لضرورة فرضتها الظروف العالمية والمجتمعية. أردنا أن نشجع أبناءنا الوافدين على المشاركة في هذه الفنون، وعلى أن يعرفوا قيمة الفن عندما يكون فنا هادفا، وكيف يستطيعون أن يوظفوا هذا الفن من أجل خدمة المجتمعات، من أجل إسعاد البشرية، من أجل النماء والاستقرار والسلام. صحيح. طيب دكتورة، يعني فن الكاريكاتير عموما بشكل عام بيناقش عدد من القضايا، هل كان في قضايا معينة بتهم العالم العربي، بتهم العالم الإسلامي، بتهم المجتمع العربي أو الإسلامي، ناقشها هذا الفن أو ناقشها رسومات الطلبة اللي شاركوا في هذا المعرض؟
نعم بالتأكيد، هي المسابقة كانت محددة للموضوع، هي نشر قيم التسامح والسلام. عزيز. هذه في دورتها الأولى. احنا في كل مرة إن شاء الله، يعني إن شاء الله يستمر هذا الموضوع، وفي كل مرة سنختار موضوع معين. كان موضوع هذا المسابقة هو نشر قيم الأخوة الإنسانية وما تعنيه من تسامح ورحمة وسلام، فهذا هو كان محور المسابقة. إن شاء الله فيما هو قادم يستثمر هذا الفن لنشر قيم أخرى. دكتورة نهلة، لو حضرتك تطلعينا على أهم الفعاليات اللي هيقدمها الملتقى خلال أسبوع. زي ما قلت لحضرتك، إحنا في فعاليات كثيرة جدا، في ندوات مستمرة على مدار هذا الأسبوع. الندوات دي متنوعة ما بين أهل الفن والكاريكاتير يشرحوا هذا الفن وكيف يقدم هذا الفن تلك القيم السامية وكيف يبني شخصية الإنسان المسلم ويرتقي بها. وأردنا أن نفرد مساحة في هذا الملتقى لهذه الندوات لكي نستطيع أن ننمي مهارات وقدرات الطلاب الوافدين والجمهور بشكل عام والقدرات الإبداعية والجمالية. أردنا أن نقول من خلال هذه الندوات أن الفن الهادف يعمر ويثقف ويعزز الهوية والانتماء، يعمل على تغيير الواقع للأفضل. أردنا أن نصدر نماذج طيبة صالحة للمجتمع ونافعة للوطن. فالندوات مستمرة إن شاء الله. يعني هي مجرد ندوات يا فندم ولا بيكون في؟ يوجد ورش عمل أيضا، ورش عمل من الفنانين الكبار يعلمون الطلاب والجمهور هذا الفن. ويعني إن شاء الله هذه الورش يعني هي مستمرة، وهذا شيء محبب جدا للطلاب. وعندما فعلنا ورش قبل الملتقى أثمرت وأنتجت يعني نتاج رائع، كان شيء محبب جدا لدى الطلاب وكانوا فرحين جدا وفي منتهى السعادة وهم يتعلمون هذا الفن الذي يعتبر يعني باب جديد وفتح جديد. أيوة. في الأزهر الشريف. طب مش هتوصف لنا كده يعني أكتر رسمة يعني لفتت نظر حضرتك؟ يعني الكاريكاتير فن محبب لكل القلوب، إزاي عبروا يعني عن قيم الفن والتسامح برسوماتهم؟ والله أنا أكثر يعني أنا وقفت عند الفائز الأول فحاولت أفهم، أنا لست متخصصة في هذا الفن ولكن أحلى متزوقة ما في هذا الفن بالضبط، اللي هو أحلى ما في هذا الفن إن هو يجعلك دائما تعمل عقلك وعمال تفكر عشان تصل لمفهوم الرسمة. فأكثر رسمة وقفت عندها وكانت رسمة يعني في غاية الجمال وهي الفائز الأول، كان ظلام الكون كله ظلام، وعندما جاء العقل مسح هذا الظلام فأنار الدنيا. ويعني كل هذه الرسومات يعني أحلى ما في هذا الفن أن يجعلك تفكر في مراد الرسمة، ما السر أو ما الذي تريد أن تقوله هذه الرسمة. صحيح. فيعني كلها جميلة جميلة بكل تأكيد يا فندم. العلم نور يا دكتورة، ودايما يعني إيه نحن نكافح الظلام، والإعلام دوره إن هو ينور، والتنوير هو دوره أحد الأدوار التنويرية اللي بيعملها أيضا العلم والثقافة والفنون. شكرا دكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب في الأزهر الشريف.